مذيع تلفزيوني يشارك في مباراة ضمن كأس إنجلترا. يوكوهاما الياباني يحافظ على لاعب بعمر 54، وما هي قصة أغويرو وسيارته اللامبورغيني؟ هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، حياكم الله. أهدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي قمصانا جديدة إلى لاعبي مارين بعد مواجهتهما في كأس إنجلترا. هذه القمصان المهداة غير التي ارتداها لاعبو فريقه في المباراة بسبب منع تبادل القمصان وفق لوائح كرة. وعلق مايك هوارد وجوش همامي اللذان حصلا على قميص هاري كين وسيرجيو ريجيلون على التوالي. واو، رحلة لا تنسى أمام نجوم دولي. وفي مباراة أخرى ضمن كأس إنجلترا شهدت مواجهة كرولي تاون أمام ليدز يونايتد مشاركة نجم تلفزيون الواقع الممثل والمذيع مارك وايت في الشوط الثاني، وكان جزءا من فوز فريقه وتأهله إلى الدور الرابع من البطولة. في كرة القدم ما زال هناك لاعب يتمسك به فريقه حتى وهو في السن 54، ألا وهو كازيوشي ميورا، والذي جددت إدارة ناديه يوكوهاما إف سي الياباني عقده عاما آخر ليصبح أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم. وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب الملك كازو الموسم 36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في عام 1986. يبدو أن أكثر قرارات المهاجم الأرجنتيني الخاطئة في مسيرته شراءه سيارة لامبورغيني بأكثر من 300,000 دولار. هذا ما قاله مهاجم السيتي في لقاء تلفزيوني، وتحدث أيضا أنه لا يعرف لماذا اشترى سيارته اللامبورغيني قبل 6 سنوات، مبينا أنه يتركها في منزله ولا يقودها ولا يفضلها أيضا حتى بنت عليها العناكب بيوتها.